وجعني جلجان قوي يا بكر يا ابني. ليه بس يا عم عبد العزيز؟ ليكون مجرم خطير ولا حاجه. انت هتروح تاخد منه الصوره وهترجع على طول، ولما يسالني عن شبلي هتقول له انك ابوه وانك جاي بدله عشان هو عنده ظروف، هتقول له الحقيقه يعني. انا لازم اتشجع، لازم انقذ ابني. ايوه كده يا عم عبد العزيز، جوي قلبك. الواد الفنان ده اتأخر كده ليه؟ لا يكون كشف الملعوب يا معلم مشرط. ها؟ ويكشفه ازاي؟ دي خطة ما تخرش المية إلا إذا كانت الخطة مخرومة بقى. السلام عليكم. حضرتك التاجر؟ ها؟ حضرتك التاجر؟ أنا شيخ التجار. أنت مين؟ أنا أبو شبلي. هو فين؟ شبلي عنده ظروف، وأنا جاي أجابلك مكانه. أنا مش مطمن يا معلم مشرط. شش، أنت عارف لو بتكذب عليا هعمل فيك ايه؟ واكدب عليك ليه؟ ها؟ انا ابو شبلي والله، وهو عنده ظروف والله العظيم. ماشي، خد دي صورة التمثال اللي عاوزينه يعمله بكل تفاصيله ومقاساته مكتوبة، وقول له يخلصه بسرعة. ها؟ ان شاء الله. استأذنني بقى. استنى عندك. ايه في ايه؟ تعرف عيل صغير كده وكفه رقيق وصغير اسم اللهم احفظنا بكر؟ ها؟ لا واني عارف عيال صغيره منين. ايه يا ريس؟ هو الواد عمل لك عقده ولا ايه؟ هو انا في مره لما سجنت بسببه. طب يلا اتكل انت، مش هوصيك. التمثال ده لازم يتعمل صح قوي، يتعمل على ابوه. قول له السواح ما تبسطوش من اللي فات. حاضر. يا مخدومه نزلت في كاسي وانا اشرب محبوس.